عندنا ايه بقى؟ المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط، متحف الحضارة اللي احنا عارفينه بتاعنا الجميل ده، بيطور اللوحات الخاصة بتعريف القطع الأثرية. ازاي؟ بيتحط كيو ار كود على كل لوحة، بتاعت لوحة تعريف لكل قطعة أثرية، بحيث ايه؟ الزائر لما يجي زي اي حاجة، انت عارف خلاص دلوقتي حضرتك بتخش تقعد في كافيه ولا بتقعد في مطعم ولا بتشوف حتى اعلان عن شيء، فتلاقي الكيو ار كود موجود، بتروح مطلع الموبايل زي بالظبط ما طلع قدامك كده في الفيديو، هوب تروح لقطه بالكاميرا يروح فتح لك الويب سايت. هنا اللي هيحصل انك هتلاقي معلومات كاملة عن كل قطعة. عشت يا يوسف لحد ما شفت التكنولوجيا دي في متاحفنا. والله طب انا بكلم جد بامانه يا مؤمن، اي مواطن، انا راضي ذمتك. كلنا جيلي كله تقريبا راح متاحف، يعني معرفش الاجيال الجديده بتروح ولا ما بتروح، لكن كلنا الجيل بتاعنا ده مواليد السبعينات رحنا متاحف لما قلنا يا كفا، وكنا نحب زياره المتحف. حلو، بعضنا راح زار متاحف في اوروبا، وكل اللي زار متاحف في اوروبا رجع من باب الحب ممتلئ بالغيرة. بقى متاحفنا احنا ما يبقاش فيها التكنولوجيا دي ازاي؟ فلما اجي الاقي انه تاني، هل البلد يتحرك ولا لا يتحرك؟ يعني الفرق ما بين المتحرك والساكن ايه؟ متحرك ساكن، ساكن يعني ستاتيك، متحرك دايناميك، انت شايف الحركة، فهي من حال الى حال، هي دي فكرة الحركة، حال الى حال اخر، صح كده؟ في النص في فعل ما. طيب الساكن يبقى على حاله، فلما تيجي تشوف هو انا بتحرك بس في الزراعه، فهقول لا والله كنت ساكنا واصبحت اكثر ديناميكيه، بتحرك بس في الصناعه كنت ساكنا واصبحت اكثر ديناميكيه. طيب في المتاحف، متاحفي زي ما هي؟ ده بالعكس، ده انا فتحت متاحف اكتر، ده واحد، بفتح متاحف اكتر ليه؟ حتى احافظ على مقتنياتي وثروتي وارثي التاريخي والحضاري اللي بباهي بيه كل الانسانيه والبشريه. طب وهل بفتح المتاحف بتاعتي كده وخلاص، يعني بحولها لمجرد مخازن او لاماكن لعرض مقتنيات؟ لا، ده انا بسهل على الزائر انه يقدر يعرف معلومات وما الى ذلك. مش كل الزائرين هيجوا ومعاهم مرشد او متخصص او خبير يشرح لهم، فيجي يحصل ايه؟ الاقي قدامي تكنولوجي زي دي. دي حاجة متفرح جدا. طب الواد اللي بيلبس البدلة الشارك سكين، أنا راضي ذمتك، حتى وأنت لابس بدلة شارك سكين كده، دي تكنولوجيا حلوة تعجبك ولا لأ؟ بذمتك لو عندك ذمة. سيبنا من الواد ده، عشان لازم ناخد معانا على التليفون دكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بك يا أستاذ يوسف. يا دكتور احنا نشكركم على انه خليتوا الناس اللي زي حالتنا لا تشعر بغيرة شديدة الى هذه الدرجة من متاحف زرناها في بلاد برة، فبقى عندنا النهاردة متاحف مش زي بتاعت بلاد برة، احلى واغنى واحدث. الحمد لله، ده بتوفيق ربنا وبفضل، يعني عايز اقول احساس بالرغبه في ان هذا المتحف هو قام كبير ولازم يفضل كبير بعد افتتاحه من فخامه الرئيس 3 ابريل 2021. يمكن التحدي الكبير اللي كان عندنا ازاي نحافظ على المتحف اللي اكتسب سمعه عالميه بسبب موكب المومياوات، وبصراحه لازم نواكب العصر زي ما حضرتك تفضلت. هو انا لو عملت متحف وخليت الاثار فيه موجودة زي متاحف كثيرة، هل ده كده أنا بخاطب الناس بمختلف الفئات مش بس الصغيرين، الكبار، باللغة السائدة الآن وهي لغة التكنولوجيا؟ وبالتالي يمكن المتحف ده بيتميز في موضوع التكنولوجيا بكذا شكل، منها الشاشات التفاعلية، منها الأفلام العرض اللي موجودة جنب بعض القطع، وأخذناها كمان خطوة أبعد ألا وهو وضع الكيو ار كود بشكل يتفاعل معاه الزائر ويقدر ان هو يحصل المعلومات اللي هو عايزها، اللي هي موجوده ايضا في وسائل اخرى، واحنا يعني على السوشيال ميديا عندنا طول الوقت بننزل معلومات في
بشكل مبسط بصور للزائر. فاصبح الحقيقه الزائرين اللي عندنا ما هماش فقط زائري المتاحف اللي بيروحوا بالمدرسه لازم يروحوا او الكبار، لا احنا اصبح عندنا كل مختلف الاعمار بشكل الحقيقه مفرح للغايه، وبشكل فيه رغبه، ما هياش زياره تقليديه هنأدي الواجب برحله مدرسيه مجبرين عليها او خلافه. المحافظات كلها بتجينا وده شيء انا ما كنتش متوقعه، الجنسيات كلها بتجينا وده شيء انا ما كنتش متوقعه، الفئات العمريه كلها بتجينا وده شيء برضو انا ما كنتش متوقعه. فالحمد لله احنا بنحاول نواكب ونعرف الزائر عايز ايه، وبنحاول نحسن من نفسنا طول الوقت، لان احنا واجهه لمصر على بعضها. ما هو احنا ما بنعتبرش نفسنا متحف، احنا اولا بنعتبر نفسنا اكثر من مجرد متحف، وده شعار بنطلقه دائما. وكلمه اكثر من مجرد متحف دي بتعني كثيرا، سواء خدمات، سواء لغه، سواء ان احنا بنقدم كل ما يتعلق بالحضاره المصريه. يمكن الزائر بعض الزائرين من كذا سنين بيجوا عندنا وبيشوفوا ورش عمل، عاملين مشروع جديد اسمه تراث المحافظات، بنجيب التراث بتاع المحافظات وبنعرضه كل فتره. فبنحاول ان احنا نخلي هذا المتحف حي بقدر الامكان، بيعرض الحضاره المصريه القديمه والمعاصره باستخدام تكنولوجيا حديثه. حاجه محترمه جدا. طب دكتور غنيم، يعني هل المتحف بتاعنا ده بكل اللي هو فيه، بثراءه، بفخامته، بأبهته، ثراءه هنا انا بتكلم كمان من حيث المقتنيات مش بس من حيث الطراز او الفخامه او الشياكه، ايضا ثراءه من حيث التكنولوجيا، هل المتحف بتاعنا ده فندم موجود في البرامج السياحيه اللي بناء عليها السائح اللي جاي لي، سواء اذا كان من اهالينا في المنطقه العربيه او من الجماعه الاجانب، هو موجود في البرنامج بتاعه يروح متحف القومي للحضاره؟ خليني افرق ما بين نوعين من السائحين وايضا المصريين. المصريين فبرامج الزياره، انا زي ما بقول لحضرتك انا يوميا عندي رحلات من دار ايتام لدور عباده لمدارس من المحافظات المختلفه، ودي بنحاول ننسق. يمكن انا يعني واجهت مشكله يمكن اول مره نواجهها في مصر بالنسبه للمصريين، الا وهو ان في كميه رحلات مدرسيه بتجيلنا غير طبيعيه، ويجب التنسيق في هذا الامر. دي عمرها ما حصلت يمكن في تاريخ مصر ان يحصل تكدس من اطفال المدارس بمختلف انواع المدارس، حكوميه، اجنبيه، كل ده بالنسبه للمصريين. بالنسبه للاجانب نفرق نوعين بين السياح، السائح الفردي، ودي اغلبيه السياحه العربيه بتيجي سياحه فرديه بمعنى عائله بتيجي زياره خاصه. وهنا انا في جنسيات كثيره من الدول العربيه بتاتي لاغراض اخرى، قد تكون العلاج، قد تكون العمل، ما كنتش متوقع ان انا اشوفها في المتحف، بشوفها بكثافه غير طبيعيه. حلو. النوع الثاني اللي هم سياح الوفود، اللي دول بيجوا مع شركه سياحه وبيبقى فوق سياحي جاي. دول في الاول ما كانش المتحف على الخريطه بتاعت السياحه، وكانت شركات السياحه لسه ما اخدتش وقتها. اصبح الان اعتقد ان المتحف اصبح من اهم المعالم اللي تضعها الشركات السياحه، ومن دول متعدده غربيه او في امريكا، اصبح مقصد رئيسي للزياره. بيجي دايما اي حد زائر بيجي مصر بالقاهره، اسف، بيجي عادي حتى لو هو رايح ما يسمى اوبر داي، يعني رايح شرم الشيخ او رايح الاقصر او اسوان او خلافه، ويجي مصر يوم واحد بيوضع هذا المتحف ضمن القائمه الاساسيه للزيارات اللي بيقوم بيها. رائع جدا، انا بشكرك جدا يا دكتور، كل الشكر ليك. دكتور احمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئه المتحف القومي للحضاره المصريه.